السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الآن بدنا نروح نزور موقع ناس فور فري ونلقي نظرة عليه. بالنسبة للناس فور فري وفي ترو ناس، فلو حكيت له مثلا ناس فور فري، تمام، هاي ناس فور فري دوت اورج. في طبعا الدوكيومنتيشن تبعته، طبعا هو عبارة عن نتورك اتاشد ستورج. الباسورد تبعه ديفولت باسورد ناس فور فري، فور نمبر فور. طيب شو الناس بحكي لك كذا سكرين شوتس. حكيت لك انه هو عبارة عن كوميونيتي، يعني فري، مش فري اديشن، كله فري اديشن، لكن ناس فور فري يعني مصمم لاحتياجات احتياجاتك الشخصية، وكمان يعني للمؤسسات البسيطة والصغيرة. بس إذا بدك يعني إشي يعني تستخدمه بالشركات الكبيرة والكذا، فأنت بدك تروناس. خلينا نلقي مثلا نظرة هون. بحكي راح نشوفهم كلياتهم أصلا، يعني مش هنشوفهم على الويب سايت تبعهم، أو مش على الويب سايت، على الجرافيكال يوزر انترفيس. طبعا أنا كمان عندي 10، كنت منزل 9 بس رديت نزلت 10 علشان أورجيكوا آخر واحد إصدار، مش زي ما عملنا بالإنديان فاير وول. طبعا هون بحكي عن الفيتشرز، الأشياء الموجودة، وهي شيء حلو إنه في منه 32 بت وفي منه 64. احنا بنعرف إنه في عنا أجهزة قديمة 32 بت، فبتقدر بطريقة معينة إذا بدك تجمع 2 جيجا رام على جهاز معين، يعني ومثلا لو عندك 3 أجهزة بتقدر تجمع الرامات بجهاز والهاردسكات بنفس الجهاز، هاردسكس على جهاز واحد، وتقدر تستخدم الناس فور فري ويكون عندك كفاءة عالية وسعة تخزينية كبيرة، يعني مش 20 جيجا هون والجهاز الثاني 50 جيجا والجهاز الثالث مثلا 3 جيجا و10 جيجا. بجوز عندك كمان فلاشات ما بتستخدمهاش، بتقدر كمان تستخدمها بالناس فور فري، ما في مشكلة. نعم. كمان مثلا ديسك درايف فوليوم مانجمنت، هاي طبعا يعني هاي بحكي ديسك درايف فوليوم مانجمنت مثل الريد مثلا، اليو اف اس هاي خاصة باليونكس، اكستندد فات، في اشياء، بس في يعني زي ايس كازي انيشيتر، وفي بده يكون عندك تارجت، التارجت اكيد راح يكون عندك سيرفر، فعلشان هيك يعني مش راح تكون مفيدة لك. لكن نتوركينج مثلا، انت يعني القي نظرة عليهم، لكن هاي الأشياء داونلودز مثلا نشوف طبعا from sourcefog.org. فإذا بدك تروح داونلود اضغط بوديك مباشرة على sourcefog على الفايلز، ومن هون تقدر تعمل الداونلود. أتوقع إنه كل شيء سهل، بس تكبس على الرابط فبعطيك الداونلود. طبعا هذا 64 بت، اذا بدك 32 بت بتقدر تدخل هون وتختار اخر اصدار. ومن اخر اصدار بتختار هاي، في عندك هاي 64 64 ليف سي دي 64 ليف يو اس بي، اذا بدك تكون يعني من يو اس بي تقرأه، فهاي فري ناس. هذا المشروع الجديد اللي راح نلقي نظرة عليه بعدين.
انا راح القي نظرة عليه. طيب في كمان عندك هون هاي هي اللي انت بدك اياها، او اتوقع انه انت بدك 32 بت، فهي هي اذا بدك تستخدمها من فلاشة يعني بتقدر تحطها فلاشة. هاي image dot gz بس بتعملها extract dot image وبتحطها على الفلاشة بس، يعني مش راح تعمل اي شيء ثاني. embedded طبعا مش راح تحتاج embedded checksum خلاص بس. هاي اتوقع كل شيء بدك اياه. free nas اوكي. اتوقع ان هو اصلا الناس فور فري عبارة عن فورك من ال فري ناس، فورك يعني عدلوا عليه، اخذوا وعدلوا عليه. وين الفري ناس؟ هذا الفري ناس اللي انا نزلته، راح انزله من اول وجديد وارجيكم كيف تضيفوا هارد ديسكس عليه واشياء مثل هيك. طبعا هذا الاي بي ادرس، انا دخلت عليه هون الاي بي ادرس وانا كنت هون. خلينا نفوت على الناس فور فري. اوه سوري مش قصدي هون، هون قصدي. طبعا بحكي لي انه هاي لوكال سيرفر عبارة عن ايش الاو اس اللي نازله، ايش الفيرجن، ايش الكذا، ديسك سبيس، يعني امور بسيطه. مثلا انترفيس مانجمنت، شو الانترفيس اللي موجود عندك. ما فيش غير انترفيس واحد اللي هو ايثرنت او اي ام زيرو، لانه احنا بنحكي باليونكس. ما في عندي وايرلس لان، بس بقدر اضيف وايرلس لان لو كان فيزيكال. يعني هاي فيلانز كمان بقدر اضيف فيلانز، ما في مشكله. اللينك اجريجيشن اللي هو عملية لو كان عندك اكثر من انترفيس، سواء يعني كان ايثرنت 100 ميجا بت بير سكند او جيجا بت بير سكند، وهذا اشي بيعطيك ثروبوت. يعني بتقدر انت مثلا تنقل، بدل ما تنقل خلينا نحكي 100 ميجا بت بير سكند، نحن بنعرف انه ستورج وبهمنا هالاشي، تقدر تنقل جيجا بت بير سكند، او ممكن اذا كان عندك 2 انترفيس جيجا بت بير سكند 2 جيجا بت بير سكند، وبتقدر تعمل عملية بريدجنج بتوين 2 انترفيسز و سي ار والى اخره، اللي هو سي ار راح عن بالي شو يعني ايش الفكره منها. كمان يعني خلينا او شيء نطلع من هون على اللوج اوت. خلينا نعمل اكس، مش ضروري نعمل اكس. خلاص هنعمل باور اوف اوكي، نبدا واحده جديده. يس بدنا واحده جديده، بدنا نسميها ناس 44 سوري 444 فري. النظام بي اس دي فري بي اس دي 32 بت، هاي هو مباشرة طلع لك اياه. علشان تقدر تدعم ال زد اف اس، فانت بحاجة ل 2 جيجا، ف 2048. اذا ما بدك زد اف اس ما ممكن تستخدم اشياء ثانية، فعادي ممكن اقل او 512 تكون كافية وزيادة. create virtual hard disk drive next 2 جيجا بايت ما بيأثر، لأنه هذول بس 2 جيجا بايت اللي بده ينزل عليهم الناس فور فري، واحد بكفي اوكي. فلكن 2 يعني ما في مشكلة. خليهم
خلي يوم اثنين. اثنين جيجا بايت اتوقع، لانه ما في يعني ما في هالشيء الكبير، لكن بما انه احنا اصلا يعني كله عملية تجربة يعني مش راح يأثر. الان بتفوت على السيتينجز، من السيتينجز بتقدر هنا طبعا تضيف نتورك انترفيسز، هاي الطريقة بضيف فيها نتورك انترفيسز. لكن لو اجيت على ستورج كيف بدي اضيف ستورج دي، فهون نيو كريت نيو هارد ديسك درايف، نيكست نيكست تو تو بلس كريت نيو نيكست 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 كريت او سوري تو مثلا. ليش ما في مشكلة، ما في مشكلة. هو بيحكي لي انه في عندك، طب ممكن اعمل هذا ريموف، ارجع مرة ثانية كرييت نيو نيكست يس اخليه ديسك 2 اوكي. ليش ما بعطيني طيب خلص، ما مش راحين ناخذ كمان. ممكن ان نضيف سكازي كنترولر او ساتا كنترولر او ساس، سكازي او ساس، و نقدر نضيف مثل هيك او نضيف عليه. يعني اذا بدنا مجموعة من سكازي ديفايسز كذا، بس لكن هذول راح يكفوا. بضل علينا يعني خلينا نحذف هذا، بدناش نتوهكم بما توهناكم ما فيه الكفاية. طيب بدي اجي على الامتي واحكي له choose الناس for free yes. طبعا راح نيجي يوم لكم كلير او اس. الحلو انه كنت بدي اشتغل على الزنتيال، لكن كلير او اس اثبت انه يعني هو افضل. ليش؟ لانه هذاك مش راح ينفعكم، لانه 64 بت بس، يعني ما بدعم غير هيك. وقام هاي الاشياء ونعمل ستارت. بس بالنسبة للنتورك علشان خليها هوست اونلي، وخلينا نعمل اوكي. عادي يعمل بوت عادي بشكل طبيعي. بس انت يعني في خيارين، في خيار للناس بروفيشنال، في خيار للناس مش بروفيشنال. لكن انت بتختار الخيار العادي، هو نفس الشيء. لكن هناك اذا بدك تحدد كم حجم السواب سبيس او الاشياء اللي مثل هيك، بس هذا هو الفرق. يعني ما في فرق نهائيا تقريبا بينهم.
وبتقدر كمان تستخدمه ليف سي دي، لانه نحن عملنا له داونلود ليف سي دي، فعشان هيك مش راح يعني يشكل اي فرق نهائيا، لكن بس عشان نورجيكو عمليه الداونلود الانستول بروسيس. يعني اذا حبيت تعمله انستول، في طريقه ثانيه كمان، طريقه حلوه كثير. اذا كان عندك جهاز مش قديم كثير، بتقدر تعمل بوت من البيوس على ستورج دي او ريموفابل ستورج ديفايسز او اكسترنال ستورج ديفايسز حسب ايش مسميها بالبيوس. ف بتعمل بوت من السي دي، بما انه ليف سي دي فبتحط اليو اس بي درايف وبتختار انه يعمل انستول على اليو اس بي، فزي كأن اليو اس بي هارد ديسك درايف. بعدين عادي بتعمل بوت وبتفوت على اليو اس بي درايف. الان الهارد ديسك بصير هو الستورج، فانت بتوفر هيك اي او يعني ريد رايت على على الهارد ديسك، فبتعمل له سيف كلياته بالنسبه للسيستم للناس فور فري. كل قراءته وكتابته راح تكون على الفلاشة، اما عملية تخزين البيانات وتقديمها على الشبكة راح يكون من الهارد ديسك درايف تبعك. هذا شيء حلو. واللينوكس كمان بتقدر تعمل نفس الشيء، ما في مش طبعا هون خلص. الان بحكي لك اذا بتحب تعمل عملية انستول، نجرب نعمل عملية انستول 9. ف اذا طبعا انت ما عندك اي فكرة، اختار الخيار الاول هو اللي يعني بحكي لك هاي عن الهارد ديسك درايف هون، وبحكي عن سوليد ستيت درايف سي اف واليو اس بي على جميع هذول الجهات. اذا كان بدك تنزل على يو اس بي على كذا، فبتختار الخيار الاول وبس تكبس اوكي وانتر والى اخره. لكن خلينا مثلا configure network interfaces، هاي واحد اوكي do want DHCP for this interface. Yes, خلاص yes. خلينا no. خليه يأخذ IP address. لكن إذا ما بدك DHCP كمان بصير. هسه بنشوف. فوت عليه هيك ونفوت عليه بطريقة ثانية. طب هون مش محطوط لا محطوط دي اتش سي بي 101 شايف 102. طب 56 102 ادمن و ناس فور هذا يعني هذا هو النظام. لو اجيت على الديسك طبعا في عندك هون خيارات مثلا فاين مانجر تيونينج مسج اوف ذا داي بتقدر تغيرها، بس انا بعرفش جزء جنرال هون الخيارات. مثلا يوزر نيم ادمن بروتوكول، بتقدر تغير بروتوكول يعني هون لازم تحط HTTPS اذا بدك. البورت طبعا احنا بنشتغل على 80، بتقدر تعمله فوروردنج 8080 وتشغل مثلا ويب سيرفر بتقدر تشغله على البورت 80، بينما هاد بتقدر تحط مثلا 8080
وتخلي الويب سيرفر شغال على 80. اللانجويج ايش اللغة اللي انت بدك اياها الى اخره. الهوست نيم، دومين، دي ان اس، التايم زون، ديت فورمات، تايم زون مثلا اسيا، جوردن، عمان، افريقيا. جوردن. انيبل ان تي بي اذا بدك. بتقدر تغير الباسورد، لكن اصلا هي كلها ديمو عشان هيك مش راح نغير الباسورد. ايش كمان؟ طيب احنا شفنا ال، خلينا نحكي الديمو، فعشان هيك رح نعمل شت داون ذا سيرفر وندخل على اللي عملنا لها انستول ونشتغل عليها. لما نعمل انستول هون نرد نفوت على الثانية، فرح بس يعني خطوة واحدة اللي فرقت معنا انه اكبس رقم 9 انستول واكبس انتر، بعدين هو رح يمشي بالخطوات. طيب نشوفكم الفيديو لاحق إن شاء الله.